ينطلق اليوم حفل افتتاح المؤتمر السنوي الأول لمجموعة فقيه الطبية في فندق الريتز كارلتون جدة لإطلاق مبادرة جوائز الدكتور سليمان فقيه اللي تصل لقيمة دعم مبلغ 1,000,000 ريال سعودي في مسارات الأبحاث الطبية والابتكار والتثقيف الصحي والتعليم الطبي. المجموعة تأسست من حوالي 45 سنة بافتتاح أول مستشفى لها والدي رحمة الله عليه الدكتور سليمان فقيه. المستشفى هذا افتتح في سنة 78 ميلادية، يعني احنا الآن إن شاء الله الشهر القادم نحتفل بالعام 45. من يوم افتتاحه هو كان يعتبر قفزة نوعية في جودة الخدمات وفي تقديم رعاية صحية متطورة في المملكة. على مدى السنوات توسع المستشفى إلى 300 سرير ثم إلى 500 سرير ليصبح أكبر مستشفى خاص في المملكة في موقع واحد. بعد ذلك تشعبت أنشطة المجموعة إلى التعليم الطبي، كذلك توسعنا أفقياً في مراكز صحية في مناطق مختلفة من مدينة جدة ومستشفيات في مدن أخرى. كان التوسع مدروس هو بتطبيق نموذج إكلينيكي مبني على البراهين وعلى مبدأ المركز أو المحور والفروع. فمثلاً في أي مدينة حيكون في مركز ما يسمى هاب اند سبوك موديل، مركز وهذا يقدم خدمة على المستوى الثالث اللي هو أعلى مستوى، وكذلك في فروع تقدم الخدمة قريب من المرضى على مستوى الأحياء بالنسبة للرعاية الصحية الأولية وبالنسبة للرعاية الصحية الثانوية. كمان في الهوم هيلث كير بعد ما يخرج المريض من البيت، الرعاية في المنزل، التأهيل، فعندك امتداد لمنظومة الرعاية الصحية بطريقة أكاديمية علمية مبنية على البراهين. طبعاً الحرص هو دائماً على الجودة والسلامة ورضا المرضى. بالنسبة للخدمات العلاجية، إحنا كمستشفى من الدرجة الثالثة في عندنا كافة التخصصات سواء كانت للكبار أو للأطفال، سواء كانت طبية أو جراحية. بحضور نخبة من العلماء والباحثين والممارسين الصحيين من المملكة والعالم للمشاركة في 8 مؤتمرات علمية وتخصصية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. جائزة الدكتور سليمان فقيه هي تتفرع إلى عدة فروع، الفرع الأول منها هو فرع الأبحاث الطبية وفرع الابتكار، هذا الفرع الثاني، والأبحاث الطبية والابتكار موجه للعلماء والباحثين والممارسين الصحيين. طبعا الفرع الثالث هو فرع التثقيف الصحي، وهذا موجه حصريا لطلبة كليات الطب والعلوم الصحية، فبالتالي احنا موجهين الأول إلى فئة والفروع الأخرى إلى فئة أخرى. في فرع أيضا آخر اللي هو لأطباء البورد السعودي ومدراء البرامج الأكاديمية، فبالتالي نحرص من خلال هذه الجائزة التي تصل إلى قيمة 1,000,000 ريال سعودي بدعم من رئيس المجموعة الدكتور مازن فقيه وكذلك أعضاء مجلس الإدارة وجميع إدارات فقيه التنفيذية والتشغيلية للوصول إلى بيئة علاجية متخصصة وبيئة أكاديمية للدعم الأكاديمي للاستثمار في العنصر البشري. المؤتمر الحالي بالصيغة الحالية هو عبارة عن أسبوع لسلسلة مؤتمرات متراكمة وراء بعض ابتداء من غدا من يوم الأحد حتى يوم الخميس، والمؤتمرات هذه مدعومة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بساعات معتمدة سواء في الجانب الطبي، في الجانب الجراحي، في التمريضي، في جانب الرعاية المنزلية، كذلك في مهارات الاتصال، في القيادة، في الإدارة، في الأبحاث، في مجالات كثيرة جدا تخدم الممارس الصحي بشكل عام. وتستمر مجموعة فقيه الطبية على أن تكون منارة للعلاج الصحي المتقدم وتقديم أفضل الخدمات للمريض في بيئة صحية آمنة.